معايا مبلغ من المال، تمام؟ معي مبلغ من المال، ايه. تمام؟ حاولت أتاجر فيه، تمام؟ كسبت وخسرت. طيب. دلوقتي أنا موظف، تمام؟ ومش معايا، يعني مش عارف حد من اللي حواليا يقدر يشغل لي المال ده، طيب. تمام؟ ولا أعرف حد مؤتمن يشغله لي. يعني هتعمل المقدمات عشان ترابي وتأكل الربا، صح كده؟ أنا حاولت فعلا ومش لاقي حد. خلاص، حاولت مش لاقي حد. لا ما تأكل هو الربا، لا تأكل ما الربا. حد ياكل عليا. طب خلاص، أنا اللي عندي قلته، وأمام الله ذمتي برئت. أقول لك يا أيها الذين آمنوا، وأنت منهم، نحسبك ولا نزكيك، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هو يعني لما تطلع زكاة بيتك خير بيعني، لما طلعت 2.5%، ربنا ترك لك 97.5 و2% للفقراء. انا بقول لحضرتك، انا هو هيقول عليه الحول، فهيجي عليه نصاب الزكاة، ما فهل المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الزكاة يعني ايه هو انا المشكلة؟ عينه عندي اصلا، مش يعني انا المشكلة إذا زكيت، يعني الدنيا قلبت إذا لا زكيت. اكيد مش بتكلم على، يعني مش الاثنين ونص دول اللي هيخربوا الدنيا، بس انا بتكلم لو المال ده متعام بره، ان هو بره اي حاجه وعارف استثماري، سواء تجاره سواء اي حاجه، هي بالعقل ان هو هيقل، واحنا منهيين عن ده. يعني منهي انك تخرج انا الزكاة. منهناها ان احنا، ونهيت عن الربا، يعني انا نهيت عن الربا، ونهيت في نفس الوقت عن ان انا اركن مالي واقعد اطلع منه صدقات. فين النهي ده؟ فين النهي الأخير؟ يعني زي أنا مدخر مال، بتدخر 100,000 جنيه، مش تمام. شغالهمش، أنا عندي نهي؟ لا، ان انا اسيبهم بدون، يعني ان انا اسيبهم بدون اي، هل في نهي عن كده؟ ان انا اسيبهم بدون استثمار. آه، في نهي عن كده؟ ورسول قال في معناه لا تتركوا اموالكم للصدقات تاكلها. ما قالش كده الرسول، هو ده مشكلة تانية. ما انا المال ده هذا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. رضي الله لكن لو عنها. أنت واحد مدخر 100,000 جنيه وسيبهم في البيت، مش لاقي حد يشغلهم له، يأثم؟ انا بقالي فتره كبيره فعلا المال معايا معبي النصاب. يا أخي، أنا لن أتحمل فتواك أنك تأكل من الربا وتأتي يوم القيامة تنتقم مني، حرام عليك، اتركني لوجه الله الكريم، اتركني. لا تطالبني يوم القيامة بحقك وتخنقني يوم ما تكون غششتني وأكلتني الربا، أي اعذرني لوجه الله. السلام عليكم.